موجز الأخبار من قناة حلب اليوم. قصف صاروخي إسرائيلي يستهدف ميناء تجاريا في اللاذقية، ما أدى لاشتعال حرائق وحدوث أضرار مادية كبيرة وفق وكالة أنباء نظام سانا. معبر باب الهوى يعلن أن يوم الجمعة 31 من الشهر الحالي هو آخر موعد لعودة أصحاب إجازات عيد الأضحى إلى تركيا. عضو هيئة التفاوض السورية يحيى العريضي يقول إن المنطقة الروسية تجاه القضية السورية أسوأ من منطق النظام نفسه، وفق ما نقل عنه موقع عربي 21. وفاة شخص أثناء عمله في نفق لقوات قسد في مخيم السد بريف الحسكة وفق شبكة الخابور المحلية. فصيل مغاوير الثورة يعلن إجراء تدريبات مشتركة مع القوات الأمريكية على الأسلحة في قاعدة تنف جنوبي شرقي سوريا. اللواء الثامن المدعوم روسيا يقتحم حاجزا للمخابرات الجوية التابعة للنظام عند مثلث خربة غزالة بدرعا وفق تجمع أحرار حوران.